نحن اليوم سعداء بالمشاركة في هذه الندوة القيمة اللي نظمتها جمعية هيئة المحامون بالرباط. وفي الحقيقة هو المجال ديال التشريع مجال أساسي، لأنه كيقول لك إلا بغيتي توريني كيفاش كتحكم وريني كيفاش كتشرع ولمصلحة من. فاليوم أنا كنحيي السادة وسيدات المحامون والنقباء اللي حضروا وتكلموا بواحد اللغة اللي حنا تنبغوها تكون هي اللغة الدائمة والمستمرة والمتواصلة في بلادنا، يعني لغة ديال الحقيقة، لغة ديال الشجاعة. لأنه هذا المشروع ديال القانون المسطرة المدنية اللي هو تقدم البرلمان يعني داخل لجنة ديال العدل والتشريع مدة من أجل النقاش ديالو، واللي غدا يوم الثلاثاء 23 يوليوز غادي يعرض للتصويت، كيسألنا على عدة مستويات. أولا كنشوفوا بأن الانتخابات راه مهمة في البلاد، لأن اللي غادي يصوتوا هما الأغلبية، وهاد الأغلبية علاش جابت هذا القانون؟ علاش جابت واحد العدد ديال القوانين؟ علاش دخلت عليهم هاد التعديلات في الوقت اللي حنا كنحتاجوا إلى إصلاح جذري لمنظومة العدالة، باش تكون الإمكانية ديال الولوج للعدالة بشكل متساوي، باش تحقق المحاكمة العادلة، باش المواطنين والمواطنات يكونوا متساوون أمام القضاء. حنا ماشي فقط محتاجين واحد نوع من الملائمة ومن التحديث والتشريع، حنا محتاجين لواحد القضاء اللي يكون العمود الفقري ديال الدولة الديمقراطية، دولة الحق والقانون اللي حنا بغيناها واللي بغينا يتمتعوا بها كل المغربيات وكل المغاربة. اليوم هذا المشروع اللي تقدمت به الحكومة عبر الوزارة ديال العدل تيبين واحد الجانب كبير من يعني التحايل على هذا الشعب وعلى إمكانية التغيير كيف بغينا احنا لبلادنا، وكيف الشهداء قدموا دماءهم الزكية لهذا الوطن باش بلادنا تقدم باتجاه الديمقراطية. والديمقراطية هي أولا يكونوا لنا نفس الحقوق ونفس الحريات. اليوم حنا كنشوفوا هاد الناس غادين باتجاه تكريس عدالة بسرعات مختلفة. أولا المقاولات الصغرى والمتوسطة والجد صغيرة ما عندهاش الحق ديال باش تستنف، ما عندهاش الحق باش يعني تمشي للنقد. والمقاولات الصغرى المتوسطة راه كتشكل 90% من النسيج الاقتصادي المغربي، ولا هاد الناس فتحوا المغرب على جلب الاستثمارات الخارجية. عاد البارح كنقرا بأنه شركة بريطانية غادي تجي تاخذ الفضة وغادي تاخذ النحاس وغادي تستثمر شوية وغتسلف من أبناك دولية، وحنا نشوف حنا. عاد كنقرا البارح شركة لاسامير هما دابا كيحكموا علينا على مستوى المراكز الاستثمار الدولية 150 مليار خصنا نحطوها حنايا، وحنا خاسرين وضيعنا الأمن الطاقي ديالنا عوض أن نتبعوا هذا الملف، وأننا نعتقوا 5000 ديال المهندسين وديال الموظفين السامون اللي خدامين تما المحمدية اللي هزا الدار البيضاء وهزا كل شيء، وحنا غاديين كنبيعوا البلاد بلاش. علاش؟ لأن الفساد الدولي متحالف مع الفساد الداخلي. اليوم تنشوفوا بأنه الفقراء ما بقاش عندهم الحق باش يوصلوا للعدالة. حنا كنتكلموا على إمكانية التقاضي والولوج بالمجان باش يمكن لنا حتى حنا ندافعوا على حقوقنا، ونمشيو للقضاء نكونوا مطمئنين على حقوقنا، ولا حنا في الزمان ديال السلب والنهب التام، يعني كيتكلموا عليه باللغة الفرنسية لا ديبوسيسيون توتال. مشات لك الأرض ديالك سير ديم، مشى لك حقك سير في حالك، مشات لك هذا تمشي، وإلا يتحكم عليك حتى بغرامات. تخيلوا معايا أنت كتمشي كتشكي وكيتحكم عليك بغرامة يعني باهظة. إذا هاد الناس كيخوفونا حتى من اللجوء للقضاء، يمشي لك حقك وتمشي تكون تمشي لديك الجهة. اليوم كذلك كاين استهداف السيدات والسادة المحامون. حنا المحامون هما السند. علاش؟ بغينا استشارة قانونية كنمشيو عندهم، بغينا ندافعوا على حقوقنا كنمشيو عندهم، وحنا عارفين بأنه يعني واخا كاين بعض المحامون اللي يمكن نقولوا عليهم فاسدين، كاينين بعض القضاة حتى هما ماشي نزهاء، ولكن هذا الشيء ما يمكنش نعممه. حنا كنفتخروا بالقضاة ديالنا، كنفتخروا بالمحاميات والمحامون ديالنا. هاد الناس هادو دابا قال لك المغاربة اللي 47% ديال الأمية، سير أخويا بوحدك القضاء تمشي ويكتبوا لك هما اللي بغاو ويديروا اللي بغاو والمحامين همشوا. إذا أنا بالنسبة لي اليوم هذه الحكومة بينات على فشلها، وبينات على الوجه البشع ديالها، أنها عوض أن تتقدم باتجاه إصلاح منظومة العدالة ككل باش يمكن لنا يعني نستندوا لها باش يمكن لنا نزيدوا نتقدموا في الإصلاحات الأخرى بغض النظر العدالة بشكل تام.
متامين وتنهي معها. وهنا فين كنزيد يعني نحيي سيدة وسادة القضاة اللي هما تكلموا على ضرورة الفصل الحقيقي ديال السلطات في البلاد ديالنا، وأن السلطة القضائية خصها تكون سلطة مستقلة وفي خدمة الشعب والوطن، وأننا أنا الأوان باش ندوزوا للديمقراطية، لأن هاد الناس باعوا البلاد وأنهم كيشجعوا الفساد والمفسدين بعد ما زوروا يعني المباراة ديال المحاماة. اش باغيين يديروا بهاد البلاد؟ اش باغيين يديروا؟ غدا حنا غادي نصوتوا غادي نرفضوا هذا المشروع هذا، ولكن راه كاينه اغلبيه مدجنه، اغلبيه جاءت بها يعني انتخابات مزوره، وجاوا بالفلوس الحرام، وجاوا مع تجار المخدرات وتجار البشر، وراهم قلق قبطوا منهم شي وحدين. انا قلت لهم بانه اكثر من 30 برلماني مقبوط وقدهم متابع، راه خاص تحل هذه الحكومه ونشوفوا اذا كان شي جهه اخرى يعني اللي مشجعه باش يمكن لها تنقد ما يمكن انقاذه، لان هذا الزمان زمان ديال المقاومه، وهذا الزمان الدوله اللي بغات تسلك خصها تمنع راسها بالديمقراطيه وتمنع راسها بسلطه قضائيه مستقله ونزهه في خدمه الوطن والشعب. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.